يا مساء الفل والياسمين على كل المستمعين ومتابعين لقناة Everybody English، معاكم مستر شادي، ودي الحلقة التانية من برنامج EBE Podcast اللي فيه بنعرض رحلة إلى أرض الجرامر، والبطل فيها طبعا هو شيكو اللي اتعرفنا عليه المرة اللي فاتت. والمرة دي هنلاحظ حبة بسيطة شوية ان هو صوته متغير، عشان بس يبقى صوته اوضح، ما يبقاش بيتكلم بسرعة. انا اتفقت معاه ان هو ما يتكلمش بسرعة عشان الناس تفهمه، لان هو على طول شخص مستعجل كده. فالنهاردة احنا صحينا طبعا من النوم من بدري جدا، وهو يعني دخل بقى ياخد شاور كده ويظبط نفسه عشان خارجين ونروح نتعرف على اول عمارة النهاردة، وهي عمارة verb to do. بس هو طبعا مش هيفهمها على اساس كده، هنحكيها له بقصة بسيطة، فعايزكم تركزوا معايا جدا عشان خاطر نشوف هو هيقدر يستوعبها ازاي، وانتوا كمان تقدروا تستوعبوها من غير ما تحسوا ان احنا بنشرح قواعد. فانا مضطر بقى اسيبكم دلوقتي بسرعة لان هو خارج ومش عايزه يسمعني. تمام؟ هيا مستر شادي، انا خلاص خلصت ولابس وجاهز وكله تمام، هنتحرك امتى؟ حالا يا شيكو، هنبتدي نتحرك على طول. هننزل انا وانت دلوقتي نركب العربية عشان نروح لأول عمارة عشان اعرفك على الناس اللي ساكنة فيها، ويا رب بقى تعجبك النهاردة الرحلة بتاعتنا. يلا يا شيكو اركب، بس اوعى تنسى تقفل الباب. ها حاضر، انا هركب اهو، مش هنسى اقفله، ما تخافش. تمام، وانا كده جاهز. يلا بينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ندور العربية. جاهز؟ دلوقتي بقى يا شيكو احنا وصلنا قدام عمارة مهمة جدا، صاحبها اسمه مستر دو. مستر دو ده يا سيدي ليه حكاية كده هحكيها لك، بس قبل ما احكيها لك عاوز الاول اسألك، هتتغدى ايه النهاردة؟ انت بتحب تاكل بيتزا ولا تحب تاكل كنتاكي؟ ها اختار بقى لا، هاكل بيتزا يا مستر شادي، انت عارف ان انا بحب البيتزا جدا جدا جدا. يا شيكو. ناكل بيتزا؟ بس قولي، هو تفتكر ممكن هل القطة أو الكلب ممكن ياكلوا مثلا حاجات زينا كده؟ ممكن ياكل القطة مثلا تاكل بيتزا، أو الكلب ياكل مثلا كنتاكي أو حاجات زي كده؟ هل ممكن حد منهم ياكل حاجة زي دي؟ لا ما اعتقدش يا مستر شادي ان الكلب والقطة بياكلوا اكلنا او مليهم اكل تاني. تمام، برافو عليك يا شيكو. طيب دلوقتي بقى يلا نروح عشان احكي لك الحكاية. كان يا مكان في سالف العصر والزمان، كان في 3 حكام بيحكموا أرض الجرامر. كان 3 حكام دول هم دو وبي وهاف. جم هم 3 عملوا مشكلة كبيرة على الأرض، مين يحكم ومين ما يحكمش، لحد ما في كده حكيم من الحكماء قال لهم كل واحد فيكم ياخد 1/3 الأرض. فجي دو خد 1/3 الأول، وبي خد 1/3 التاني، وهاف خد 1/3 التالت. في 1/3 بتاع دو كان في بعض العمارات المكونة من 2 أو 3، وده اللي احنا هنتكلم عنه في قصتنا النهاردة. أستاذ دو لما حب يخش يفرض بقى سيطرته على التلت الخاص بيه، قال لازم اخش على الشقق الموجودة في العماير دي واحد واحد، واعرفهم ازاي يتعاملوا معايا على مدار الازمنة والعصور. فدخل العمارة الخاصة بالزمن الحالي اللي هو زمن المضارع البسيط اللي احنا فيه. كان اول دور مكون من 2 شقتين، الشقة على اليمين عايشين فيها اصدقاء المفرد، وده اسمهم أصدقاء المفرد، ودول كانوا أسمائهم هي وشي وإت. أما الشقة التانية فكان عايشين فيها أصدقاء الجمع، ودول كانوا عايشين فيهم 4، هما آي ووي وذاي ويو. في الدور التاني من العمارة دي كان عايشين نفس الأصدقاء ولكن بطريقة مكتئبة شوية، فعازلين نفسهم ونفيين نفسهم عن العالم كله. أول ما دخل دو العمارة خبط على الشقة اللي على الشمال اللي فيها أصدقاء الجمع، ودخل قال لهم
أنا الحاكم الخاص بيكم واسمي دو، ولما تحبوا تتعاملوا معايا في الزمن اللي انتوا فيه دلوقتي في زمن المضارع البسيط هتقولولي يا دو، واللي هيقولي غير كده هصدر عليه أحكام وممكن أطرده خالص من العمارة. قالوا له يعني انا لما احب اقول اي هقول اي دو، وكذلك وي دو وذي دو ويو دو. قال لهم بالظبط، واللي هيخالف الكلام ده هيبقى ليه عقاب. قالوا له ماشي، سابهم وخرج ورجع تاني للشقة اللي على اليمين اللي فيها أصدقاء المفرد، خبط عليهم وقال لهم أنا دو الحاكم الممتلكات بتاعتكم الخاص بالأرض دي، لازم لما تتعاملوا معايا تتعاملوا معايا بالقوانين اللي أنا هحطها لكم دلوقتي، وإن هو أنتوا مش هتندهوني تقولوا له يا دو أبدا، هتقولوا لي يا دز. قالوا له ليه دز؟ قال لهم هو كده الحكم بيقول كده من غير مناقشة، تمام؟ قالوا له اوكي. قال لهم ويبقى دلوقتي هتقولوا ايه؟ فهي قال he does، she قالت she does، وإت قال it does. طبعا كل واحد عارف هيقول ايه، ولكن دو وداز ما وقفوش عند الحتة دي، ولكن طلع للدور التاني ووضح كمان للناس اللي نافية نفسيها. قال لهم لو حابين تقولولي يا دو وانتوا كده عاوزين تنفوني زي ما انتوا نافين نفسكوا، هتقولوا don't او do not. قالوا يعني هنقول I do not و we do not و they don't و you don't. قال لهم بالظبط، واي حد هيخالف القوانين قالوا له خلاص عرفنا، هيصدر عليه الأحكام وهيتم طرده. راح الناحية التانية عند أصدقاء المفرد اللي نافيين نفسيهم، قال لهم برضو لو انتوا حابين تنفوني زي ما انتوا نافيين نفسيكوا كده بالظبط، هتقولوا لي يا doesn't، لأن إخواتكوا تحت اتفقنا معاهم ان هم هيقولوا يا does. انتوا لما تقولوا لي بالنفي هتقولوا لي doesn't. فهي قال يبقى أنا هقول he doesn't، وشي قالت أنا كمان هقول she doesn't، وإت قالت أنا كمان هقول it doesn't. قال لهم تمام، وبكده يكون كل واحد من أصدقاء المفرد وأصدقاء الجمع عرف إزاي هيتكلم ويتعامل مع أستاذ دو، سواء في الإثبات الناس اللي هم الكويسين اللي في الدور الأول، أو في الناس اللي نافية نفسها في حالة النفي في الدور الثاني. بيطلع الدور الأخير وبيعرف إزاي برضو الأصدقاء كلهم بقى يتعاملوا مع الأسئلة، لما يحبوا يسألوا سؤال هيسألوه إزاي. فراح لأصدقاء الجمع وقال لهم لو حابين تسألوني هتذكروا اسمي الأول وبعدين تقولوا اسمكوا انتوا، واي حد هيخالف القاعدة دي برضو هيتم طرده من البيت. قالوا له يعني ايه نقول اسمك الاول؟ يعني انا اي هقول دو اي؟ قال له ايوه هتقول دو اي، وكذلك وي هتقول دو وي، وكذلك يو دو يو، والاخيرة ذي دو ذي. قالوا له ماشي، سابهم وراح عند أصدقاء المفرد وقال لهم لو حابين تسألوني أي سؤال في الزمن اللي انتوا عايشين فيه دلوقتي هتسألوني وتقولوا اسمي قبل اسمكم تعظيما ليا. قالوا له يعني ايه؟ يعني هتقولوا does she و does he و does it. قالوا له طب ليه ما نقولش he does؟ قال لهم من غير مناقشة، لان he does دي انتوا كده ما بتسألونيش، انتوا كده بتتكلموا عن نفسكوا انتوا، تمام؟ واي حد هيخالف القاعدة قالوا له تمام تمام خلاص حفظنا. وبكده دو نزل من العمارة خالص وخرج وعرف اصدقاء المفرد واصدقاء الجمع
مهمة كل واحد فيهم سواء في الإثبات أو في النفي أو لما يحبوا يسألوا أي سؤال. فاتجمعت كل الأصدقاء في أوضة أصدقاء الجامعة عشان يعملوا اجتماع طارئ ويبتدوا يطبقوا الكلام اللي قالهم عليه الحاكم بتاعهم. فواحد منهم قام وقال: يلا يا جماعة، احنا محتاجين دلوقتي نطبق اللي اتقال عليه عشان خاطر محدش فينا ينسى. كل واحد كده يقوم ويقول جملة عن نفسه، مرة بالإثبات ومرة بالنفي. فقام آي وقال: I do my homework. النفي: I don't do my homework. فدخلت وي وقالت: We do sports. We don't do sports. فراحت they دخلت وقالت: They do some exercises. They don't do some exercises. فقامت you قالت: You do your best. You don't do your best. فأصدقاء المفرد بدأوا ياخدوا دورهم في الاجتماع وبدأ كل واحد فيهم يقوم. بدأ هي بالكلام وقال: He does his homework. He doesn't do his homework. فشي قامت وقالت: She does the laundry. She doesn't do the laundry. أما it فقالت: It does its homework. It doesn't do its homework. فرد عليها I وهو كبير الأصدقاء وقال لها: ما ينفعش يا it تقولي it does its homework، لأن it دي بتعود على الغير عاقل. مفيش حاجة غير عاقل هتعمل واجبها، من فضلك ادينا مثال تاني. فقالت: sorry. It does work like this. It doesn't work like this. فآي قال لها: excellent. بدأ بعد كده آي بالحديث وقال: يا جماعة، واحد لازم واحد مننا دلوقتي يبقى مندوب عن كل المجموعة الخاصة بي ويقوم يسأل سؤال ويرد على نفسه عشان نتأكد ان احنا هنذكر اسم مستر دو قبل اسمينا او مستر داس طبعا زي ما قال لأصدقاء المفرد. فيبتدي يو تقوم تتكلم وتقول: Do you play tennis? Yes I do. No I don't. فآي بيقول لها: شكرا، يريد حد من أفراد مجموعة أصدقاء المفرد يقوم يقول لنا على مثال لي على السؤال. فبتقوم شي وبتقول: Does she wash the dishes? Yes, she does. No, she does not. فآي بيقول لها: شكرا، وكده احنا تأكدنا ان احنا طبقنا كل اللي قالنا عليه مستر دو بالحرف عشان مفيش اي حد منا يطرد. يا مستر شادي، دي قصة طويلة بس استفدت منها جدا الحقيقة، واكيد خلاص دلوقتي اول ما هقابل مستر دو على الارض هنا هعرف على طول اتعامل معاه، لان خلاص عرفت القوانين بتاعته. لو مع اصدقاء المفرد هقول له does في المثبت و doesn't في المنفي مع هيمشي وقت طبعا، ولو مع اصدقاء الجمع اللي هم I و we و they و you هقول do او don't في النفي طبعا، وزي ما هقال لهم بالظبط. لو حابب اساله عن اي حاجة هقول اسمه في الاول عشان اعظمه، عشان هو بيحب اسمه يبقى في الاول. صح كده مستر شادي ولا في حاجة نسيتها؟ لا، برافو عليك يا شيكو، غطيت كل النقط ممتاز. أهم حاجة بقى دلوقتي تقدر تقولي السؤالين اللي أنا سألتهم لك قبل الحكاية بالإنجليزي عن إن أنت هل بتحب البيتزا أو هل القطة بتاكل بيتزا، تقدر تقولهم لي بالإنجليش بقى؟ فكر كده معايا. أنت بتحب البيتزا؟ هقول do، أحط do في الأول، يبقى do you like pizza، وتبقى yes I do أو no I don't. صح كده؟ شاطر يا شيكو، ممتاز. طب قولي بقى التانية بتاعت القطة، ها فاكر؟ القطة غير عاقل، لما اي قال لها انت غير عاقل يبقى ايت، يبقى ايت دي اصدقاء المفرد تمام، يبقى does the cat eat pizza. صح كده ولا ايه؟ انا فخور بيك جدا جدا يا شيكو، ممتاز.
عايزك بقى دلوقتي تقول لكل اصحابنا اللي كانوا بيسمعونا ان هم يعملوا لنا جمل ويكتبوها لنا تحت الحلقة عشان نصححها لهم ونشوفهم بقى كانوا شاطرين زي شيكو كده ولا لا. يلا بقى قول لهم عشان هم بيحبوك وهيسمعوا كلامك. تمام، شكرا يا مستر شادي. طيب انا بحب اقول لكل اصحابي اللي هيوحشوني قوي 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 لحد المره اللي جايه، اقول لهم اكتبوا لنا جمل بقى عن مستر دو عشان ما يزعلش. انتوا اي نعم مش معانا هنا في ارض الجرامر، بس انتوا حاسين بيا فعايزين تشجعوني بقى ولا ايه؟ شجعوني واكتبوا لي يلا الجمل بتاعتكم وانا هصححها لكم انا ومستر شادي، ونشوفكم الحلقه الجايه وهقول لكم انا بقى المره دي هسبق مستر شادي وهقول لكم باي باي. ماشي يا شيكو، سبقتني. اوكي، باي باي. احب بقى اقول لكل مستمعي everybody English اللي كانوا بيسمعونا على الـ EBE podcast الحلقة التانية، بعتذر لو كنا طولنا عليكم شوية، ولكن القصة كانت مشوقة الحقيقة، وكنا لازم نقولها بالتفصيل عشان الناس اللي بيسمعوا معانا يبقوا فاهمين كويس جدا احنا بنتكلم عن دو وكل حاجة الخاصة بدو في المضارع البسيط. يا رب تكون القصة عجبتكم، ويكون انا وشيكو كنا يعني ضيوف خفاف كده عليكم، ونشوفكم ان شاء الله المرة اللي جاية، او انتوا بقى اللي تسمعونا، احنا للأسف مش هنقدر نشوفكم. تسمعونا بقى ان شاء الله وتتابعونا الحلقات اللي جاية في الاي بي اي بودكاست، ورحلة جديدة مع ارض الجرامر. باي باي.